نازل في الخيريه مده 12 عام دابا، وكنت خدام معاهم نعاونهم وداكشي ما تيخلصوني ما والو. انت قابلهم مشردين في كورونا، قابلتهم الناس 7 اشهر وهاد المشردين تاع الشتاء هما نقابلهم تيقول لي غنخلصوك غنديروك، تيعطيهم لي تيريال تنسكت تنغسل لهم دوك الناس اللي عامرين وداكشي. هاد الناس تيتعداو على عباد الله، تيتصوتوا تيقلعوا لهم الحوايج تيضربوهم، كي اللي خرجوا في الليل يمشي في حاله، لا جيتي تدوي معاهم يدوروك. هاد الناس لا جيتي تدوي قلنا لهم الخيريه راه دايره سيدنا ودايره الناس الدراوش، نباتوا فيها ما نباتوا لا بزنقه والو، ناكلوا ونشربوا. قلنا سيدي شي الخيريه ما ديرها حتى واحد لا الملك، بغيت بغاكم سيروا عاد يدير لكم بيوت وتكون معاكم تبركوا معاه انتوما تما كاع خالدين فداك. شكون هو هذا اللي قال هذا الهضره؟ قال هذاك الحارس العام. والمدير قال لي قول لي مالو، قول المدير تاهو وهذوك المسؤولات، قال لي شتي هذا شتي هذا اش خاصه، هذا خاصو يدير مو نوكلو ولا نديرو ليه شي عباد كيف حاله، وهادو كلهم هادو خاصو يدير مو منين ماكله منين والو، يبقاو هكاك اللي دان ديو اللوحو. هادشي على النزلاء؟ على النزلاء. والنزلاء شحال من واحد داوني معاهم في الطونوبيل هزينا، شحال من واحد هنا في الخلا وقيفار. عاود القضيه باش الناس يفهموها. كيفاش كديوهم؟ تيديو النزاله اللي تيجي مسكين عيان تيبرك واحد المده ما يصيبو كيديروا ليه، ولا جابوا عائلته ولا شي حاجه وما صابو كيديروا ليه، وحد فيهم جابوا جابتو شي 16 حاجه تيديروا عليه شي يامات. كيفاش كديوهم؟ تيديروا توجو تيديروا حق خرج ما بقاش رجع. هو راه تيديوهم على الصباح تديه الطونوبيله مع الجار تيديو حطوه في جيت لاربع صخور ولا جيت بنكرير ولا جيت ويخليه ويجي. ومن عائلته كيجيو يسولوا عليه كيقول لهم؟ تيقول لهم اودي راه ما عتاش وكيخرج يجيب مشى ما بقى رجع ما عرفنا فين زاد، قلبنا عليه ما عرفنا فين زاد. واخا سولتك انت المهمه ديالك شنو كانت تما كاين في المهمه ديالي؟ انا كنت نازل وملشت هذوك الناس في كارفرتين تنغسل لهم، وانا معروف عند الجمعيات كاملين في السطات، لا السطات ولا الدار البيضاء ولا طنجه كاع تيجوا عارفين تقول لهم شي انا اللي تنغسل لهم. واخا انت نازل انا تنغسل، انا ما تيبغوش يغسلوا الناس، الناس تقول واحد عامر حوايجو وناعس كاع عامر في ذاك الطيرنا ديالو في وجهه وفي عيني، تنجي ندخل من الزنقه مع الليل مع ديك الثمانيه تنحيد حوايجي تنسخن ليه الماء تنعمو نلبسو نقادو نفرش ليه ونعسو. اما هما ملي تيكونوا بنهار تتكون جايه شي جمعيه هذوك هذوك النزاله تيكون اكثريه فيهم صحاب بروس صافيهم، كاين اللي مسكين طايح عليه الكرش، كاين اللي عامر اش يقولوا لي؟ تيقول لي انا نقول لهم غسل لي غسل لي ما قربش لي، تيقول لي هما لا ما تغسلش لي، امسح لي شويه ولبسي خلي هذوك الحوايج اللي لابس ودير حوايج فوقه ودير عليه الريحه وتكين عسل وبقى هنا في هذا الكولوار. لا جا قال فيق وقول له ودي راه مراد ما تيفيقوش راه لا ناعس وخليهم ناعسين. ولاو يديروا لهم مره تيديروا لنا الفانيد في القوام في الكاميله. هذا شمن فانيد؟ فانيد ما عندهاش اللي كالو ما يكمل التفصيل تيبدا يتوب، ما عرفنا دروغ ولا شنو تيديروا. لا نعس ما يفيق حتى 8 العشيه، واخا يجيو حوايج يجيو شي حاجه نشوفوا حتى حاجه. دابا هادشي اللي كتقول انت عشيه انت معاهم في الشيت بعينه. واش الناس تضرب بنصوص وتصفيق؟ واش الناس يحيدوا لي حوايج من يدو؟ واش الناس يحطوا لينا المرقه الطباسه تاع المرقه وتاع الديسير وداك الشيء عند روسنا وتيجي هما يدوروا يقول لا هذا ما يخدمش فيكم ما يكون الماكله تاع الخيريه، حط دير امك هذوك حوايجنا ولا دابا نخرجوا دير امك الزنقه. بالنسبه للحوايج يعني اللي كيجيبوا الجمعيات كيجيبوا بزاف الحوايج، واش داك الشيء كتستافدوا منه انتم؟ ما تناخذوش حنا تياخذوهم، وانا ما عطيتهمش يسدوا عليك. انا راه كانوا مستعدين 20 يوم علاه غنخرج دابا شهر ولا في الزنقه 20 يوم دخلوا لنا لواحد البيت سدوا عليا داك الشيء على غفله بالسوارت وسدوا الشارج من اللور 20 يوم وانا فيه، حيدوا لي الغدا والفطور والعشاء 20 يوم صافي، وانا بغيت راسي غنطيح عندي التليفون دوموا سلبون ليا جاو عندي عاد حلوا عليا الباب وحلوا لي هزوني ملي داوني ليرجونس داروا لي داك الشيء ديال باش يعاونوا القوه ديال عمرو ديال الميكات وداك الشيء داروا لي من السيرومات وداك الشيء. دابا نوريكم التصاوير بقيت عندهم من الصباح حتى العشيه، ملي جيت معاهم ما بغاش يحل الباب قال لي مشي في حاله ما حالينش عليه مشي في حاله. هادشي غير عليك انت ولا على مجموعه ديالك؟ علي انا بوحدك. لا دار شي عيب قلت لي واحد اللحظه قلت لي كاين بعض الناس اللي كيجيو كيكون عندهم مثلا فلوس اللي كيدوروا معاهم الناس وداك الشيء. كاين الناس جايبين كاين الناس اللي جاي مليون مليون 40 الف جايبينو دايرو نازل مخلصين عليه فلوس باش جابوه وخرجوا واحد ولد البلاد بداو طيروا لاحوا في بلد اخر بحال هنا.
وانا دابا مليون في الزنقه انا نعسنا العقارب انا من الربعه تنبقى داير كنا هذا هو السؤال دابا انت كتشوف في الخلا هنا وغابه في الخلا راه عامر عقارب راه الله شحال من خطر تلقى تصبر ديالك تلقى في العقارب وانا تنصلي حتى حاجه ما تلقيتش صافي في الليل انا تنحضي راسي راه ملي سمعت قرقيب راه صافي انا راه تنتشلل تنسالي يشدوك هنا ما حتى شي يدير يقطعوك حيدوك الكلاوي حيدوك كلشي ويلوحوك واخا سي شعيب قلت لنا واحد الكلمه اخرى قبيله ديال ممارسه ديال الجنس كاين الناس كيستغلوهم جنسيا ايه كاين جوج واحد مسطي وواحد اخر اش يدي يقول لي عاود معايا وما فين يدي ما يجيبو حتى العشية يجيبو ملي انت تقول لي تا تيقول لي هات تنقول لي تا تيقول لي شرينا مش داري زايزو تيقول لي رداني دار لي وفعل لا حول ولا قوة جوج يدي ما كذب واحد دابا دابا راه ملي غتجي غتسول قول لي واحد السيد راه تي سمعنا بانه تيديو شي وحدين غادي يقول لك راه هو راه واخا هاد الناس اللي كيديو واش من الاداره وتا كاين ولا مع ناس برانيين وكاين اللي من الاداره وكاين اللي تيجي توقف راه حنا قنينا مول الطوموبيل ولكن ركبوا زين ما جابوا حتى العشيه حتى المغرب قنينا راه كون شديتو انا راه ما نقولش اش غندير لي عاد بغاو يتولوا على البوليس سيد قلت لي قال لي ما عرفش مسكين خاف قالت لي الخلع تيجي ليه مع الربع ولا الثلاثة ونص سيد ديما تيجيبو ثلاث وقيت عادي يجيبو يحلو عليه يدخلو خيرية وقت ما جيت تدخل وقت ما بغيتي تخرج تخرج ولا يدخلوا عندنا البرانية يدخلوا عندنا العروبية يدخلوا عندنا واحد مول السنان صاب بنادم حتى فين يبرك جا واحد مول السنان عطاو واحد البيت كبير تاع الخيرية ودخلوا لي الكراسي ودخلوا لي الطوابل واللي يجيب الناس يصاوبوا لهم الفلان مال العروب ويجوا عندنا يجيو السبت ويجيو يدخلوا علينا يخليو حميرهم ويدخلوا عندنا ذاك ما عندوش حق ياخذ السكنه بعد الخير راه ممنوع منعا كليا املاك ديال هذا حنا اللي خاصنا نتمرحوا فيها ودابا جيري لينا اللي دخل ما يدوي ما بغى يخرج نخرجوا دين المهم يمشي فحالو شحال واحد رقوا لي عصا انا راه دوروني شحال من خطره درت فيها تضربت راسي شكيت مشيت قال ما عندك ما تصور سير فين ما بغيت سي شعيب قلت لي كيبقشوا عباد الله وكيدونا مرزقهم والله تيبقشوا كيفاش هاد القضيه عاود هادي دابا هاتا دابا حنا باركين دابا الراجل مريض جا واحد تيدور تندور معانا 4000 ولا 5000 لواحد تنقول له شد فلوسك هات قلت له هاد عليك صعب وشد هات نعطي الاخر باللي سالي تنقول له راه فلوسهم عطيتهم لي ما دوروا عليهم انا عطاهم لي الراجل فرقتهم انا خدت 4000 بحالي بحالهم واحد عطاني 8000 لواحد شويه تتم وجهي الموظفات تيجي انا كل وحده دخلت بيت راه الموك هذيك 8000 راه الموك هذيك 4000 الحوايج حتى اش باغي بحوايج الموك حتى مولف لبس حوايج تبارك عامره انداسه شبين كوم شي حوايج هي جلاله هي صبابط هي مواقن هي تيجيبوا لينا الناس ما بقاوش يجيو عندنا علاش شنو السبب؟ قالوا لينا مره كانت جات هنا جات واحد الخطره مرة الباشا كانت تجي عندنا ديما كل سيمانه دينا الحمام تدينا صورفيطات وداكشي قالت لي اخويا تمشي قلت لها اختي انا تندخل الحمام تنطلق انا دابا عندي قلت عندي 4 دوايات دابا وانا خارج سير نتقطع عندي 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 الاعصاب وعندي الطانسيو وعندي 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 مصاره تا هما ضاريني واش من الاداره شي 5 دوايا كلهم في الماريو كلشي خادم داك خرجوني من الدواء شحال من يوم اللي كنت كتعس هنا في الدار؟ انا راه 20 يوم وانا في الزنقة انا راني هنا تشوف حالها ترى انا سبعد ها شوف رجليا كيما دايرين شوف هات شوف رجلي دير شوف رجلي شوف نص ها شوف نلعس في الزنقة ها شوف هات رجليا قاعدة منفوخين ليا ها 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 هات شوف رجلي قاعدة منفوخين ها ها شوف الصخاي ها شوف هات شوف الصخاي نلعس الزنقة شوف رجليا انا ما كانش رجليا كان شوف رجليا كي ولا ولا تنعس في الزنقة وما تنحس بالليل وخاف من شي واحد يجي ولا شي حاجة نهرب ولا نقدم ولا نطيح ولا ماتين شنو الرسالة ديالك اللي تبغي توجه للمسؤولين ديال المدينة ديال الصافي كيشاهدوا هذا البث المباشر؟ أنا نوجه للمسؤولين المسؤول هو الله سبحانه وتعالى والمسؤول اللي بغينا نطلبوه ونزوقوا فيه هو سيدنا نصره الله هو الولي العدل والولي الرشيد هما اللي غادي يشوفوا منا حالنا
واخا يقولوا اللي قالوا للمسؤولين حتى حاجه ما حتى حاجه ما تطبقوها معنا. ملي تيقول لهم شي واحد شي حاجه عاد تيزيدوا يزيروا علينا وعاد يزيدوا يضربونا وعاد يزيدوا يتكرفصوا علينا. واش عبادنا العمال ما تعوم وما تغسلش وما تحسنش يجيو الناس دايرين واحد الصالون جات هذيك نهار من الدار البيضاء داتنا كساتنا صاب لي مريض دواتو جاتني انا العجم المتعجب تاع حوايج جانب وجات الاثاث ماكاز هذاك الكوزينه عامر بالاثاث حاجه ما خلوهاش ماري دوك الثلاجات كي مديرين الكوزينه كي مديره طباص شحال من تفصيل والسميات كاع داك الدجاج مشى داك تخرب كاع اللي جات مسكينين داو هما اللي ندوي معاهم حنا انا دورينا واحد يضربك فمك والاخر يدفعك واحد طلع معاك برجلو عاد يجي المدير ويجي تما ديال المو خاصو يمشي بحالو هذا الخيريه ديال المو يمشي بحالو ما عندهم ما يدير عندنا حنا يمشي يقلب ديال المو فين ينعس وخلي واحد مسكين تا هو ضرباتو واحد الطونوبيله عاد الباب تم هادي قامت واحد ما ديكلارا به ضرباتو طونوبيله عاد الباب تهرس من الرجل تهرس من الكتاف وتخلي الدجاج راسو كاع مفرشخ شدوه دار واحد يومين ثلاث ايام ما صابو كيديروا ليه جابوه دخلوه قالوا لي شوف راسو راس راه غنقيدوا لك صوبوا لي الوراق صوبوا لي داكشي هو هنا وصوبوا لي على قبل الدار البيضاء راه هو ساكن هنا داروا بنا ساكن في الدار البيضاء وداروه هنا تضرب ما تضربش عندنا تضرب كونتخور وبسموا عليه وخرجوه راه هو مسكين لا بغاو المسؤولين يجيبوا ليهم المخزن دولة المسؤولين لا بغاوني نقلب عليهم يجيبوا ليهم والله تشوفي والله تقول هادو نسدين هما الخيريه ما تبقاش نسده وحق الله شي خيريه والله تخاصها تسدين شي خيريه والله لا تيموتوا فيها الناس وتدفنوها كوك شي خيريه ما هي خيريه ما والو هاد خيريه فيها الاجرام وفيها الفساد وفيها الحرام وفيها الصحه اللي غلبوا عليه مسكين تيخرجوا كاينين ثلاثه اللي خدامين تم تلعبكم ثلاثه شحال خمسه كاين بلادي خمسه كاينين بلا اسماء كاينين راه دابا شوفوا دابا سمعوا كلشي خمسه هما اللي معروفين وهذوك خمسه ما تيحملوهمش هما اخر كلمه عندك من باغي توجهها وشنو غتقول فيها؟ اخر كلمه ديالي انا نوجهها للباشا ولا عامل ولا يديك ولا يخليك نوجهها الله سبحانه وتعالى نوجهها لسيدنا نصر الله يشافيه والولي ديالو مولاي الحسن والولي مولاي راشد نوجه لهم ونشوفوا من حالنا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.